أنا الأهلي، بابا الشغلانة، ملك اللعبة، يصنع المعجزات، يتخاف منه ما يتخافش عليه. النادي الأهلي يكتسح اتحاد جدة وسط جمهوره وفي ملعبه بثلاثية مع الرأفة. والله لو جبتوا الملك سلمان وخلتوه يلعب هو راخر، والله لنكسبكم. عرفتوا الطعمية فين يا أولاد الكبسة؟ عرفتوا إن الطعمية بتجيب رجالة، بتجيب أسود جوه الملعب؟ شفتم 11 راجل في الملعب على الفوز ناويين على الانتصار مصممين، عندهم قوة، عندهم حماس. هي دي لما انت تستفز واحد اهلاوي، لما انت تستفز واحد مصري، اوعاك تستفز واحد مصري، اوعاك تستفز واحد اهلاوي، علشان هي دي هتبقى المعامله، زي المعامله اللي كانت امام الهلال السعودي لما استفز النادي الاهلي برضه وخد اربعه. انت النهارده خدت ثلاثه، انت ممكن تكون احسن منه شويه، قالوا جاي تكسب الاهلي علشان خاطر تحفل على الهلال، بقيت انت والهلال في كفه واحده. ويا ريت السعوديه تلم عيالك، احنا الاهلي مش الزمالك، لم عيالك، احنا الاهلي مش الزمالك، احنا رقم واحد في افريقيا، رقم واحد في العرب، احنا ابطال افريقيا، احنا احسن فريق في القاره، احنا احسن لعيب في القاره، احنا احسن حارس في القاره، عندنا الاسد الشناوي، عندنا علي معلول، عندنا محمد عبد المنعم، ولا بنزيما ولا حجازي، عندنا الواد بيرسي تاو افضل من اي حد. وسلم لي على صندوق النقد السعودي وعلى المصاريف الهائله اللي عمال يصرفها وهوب على الفاضي. انتوا المركز السادس في الدوري بكل اللعيبه وكل الناس اللي معاكم دول، علشان كل الناس ديت جايين ياخدوا اللقطة وياخدوا الشو وياكلوا كبسة. سلم لي على الكبسة بتاعتكم، الكبسة تقلت دماغهم، الكبسة عملت لهم كبسة، والنادي الاهلي الفول والطعمية صنعوا رجالة هزموكوا في ملعبكم واعطوكوا درس قاسي. سلامي لكل السعودية، واوعى تستفز واحد اهلاوي تاني، علشان هيبقى مصيرك زي مصير اتحاد جدة والهلال السعودي. واللي عندكم قوي خلوه يجي، اي فريق عندكم في السعودية حابب يلعب الاهلي يجي يلعب النادي الاهلي، ممكن نلعبه بالناشئين. احلى مسا عليكم، لايك وشير للفيديو ومتابعه للصفحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.